بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. الصوت كويس طبعا. الناس اللي حاضرة تسعة يعني، عشان أغلب الناس ما يعرفوش أساسا يعني. بالظبط كده صح؟ تمام، الصوت كويس. طيب أنا برحب بيكم في المحاضرة الثابتة، يعني قدينا 6 محاضرات مع بعض. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا في المرات اللي قبل كده. الناس اللي ما استفادتش تحاول تستفيد المرات الجاية إذا كانوا قاعدين أساسا يعني. تمام. الحقيقة بشكر 2 النهاردة، بشكر 2، أستاذ رامي، ومن قبل الأستاذ رامي أستاذة نجلاء. فلسطين ومصر بس يعني، بتوع المغرب زعلانة منهم. وعليكم السلام. وبتوع سوريا ما اقدرش اتكلم عليهم طبعا يعني. بتوع المغرب انا زعلانه منهم بقى ليه؟ عشان هم ما بعتوش تاسكات وما عملوش اي حاجه في الدنيا، رغم ان هم من الناس الكويسين. بس احنا هنسحب خلاص الاول من الاستاذ محمد، وهنديه للاستاذ رامي وللاستاذه نجلاء. خلاص محدش يزعل بقى. وعليكم السلام. استاذه رضوى اول مره تحضري معانا اعتقد، دعم فني صح؟ هو انتوا عددكم 11، مش عارفه احنا هنبدا ولا ايه. يعني ما يعني المفروض نبدا، احنا مالناش دعوه، لما جينا في ميعادنا والناس التانية ما جاتش. تمام، فاحنا هنبدا شغل. حتى على الاقل لما الناس تيجي تكون تبدا معانا على طول. Have your email؟ لا انا الايميل بتاعي اهو يا جماعه. مرة احضر بس، عندي خلفية عن البرمجة والجافا. تمام، اسند ايه فين؟ طب ماشي يا جماعة، انا هبعت لكم، هكتب لكم الايميل، وانا ما عنديش مشكلة ان انتوا تاخدوا الايميل ده وتبعتوا عليه الشغل، طالما انتوا مش عارفين تبعتوا على الجروب، مش عارفة ليه يعني. ماشي. لا الايميل ده على جوجل. اوكي لسه اهو سند اهو الايميل عندكم وعلى الشات. الناس تبعت عليه، الاستاذ رامي بعت لي عليه، والاستاذه نجلاء بعتت عليه، والدنيا كمان. حضرتك بعت على الفيسبوك؟ لا مش عارفه، وانا اسمع كتير ان في مشاكل في قصه الفيسبوك دي، الناس كتير بتبعت عليه ايميلات ومش بتحضر. اهلا وسهلا من المغرب. انا حاسه ان المغرب انا بدي الكورس للمغرب يا جماعه. انا حاسه اني بدي الكورس بس اللي بتوع المغرب. اوكي ايوه، يعني عندي احساس كده. خلاص انا ما عنديش مشكله يعني، انا مبسوطه جدا من القصه دي يعني، والمصريين ما اقدرش اتكلم. طيب يا جماعه احنا عاوزين نبدا النهارده، نبدا محاضرتنا، هنكمل رحلتنا مع الجي اس بي. اوكي شكرا يا استاذ محمد. قبل ما نكمل رحلتنا مع الجي اس بي، انا هبدا هبص بس ونبص مع بعض. اعمل شير الاول، معلش اعمل شير، يا رب الشير يتم بنجاح. هنبص تلاقي other message. اوكي ماشي. هنعمل شير وهنبص على الناس بعتت لنا ايه شغل، نبص ناخد فكرة يعني. يا ترى الناس اللي ما بعتتش هم مشغولين ولا مش عارفين يعملوا، ولا هم مش عاجبهم الوضع، ولا ايه بالظبط يعني؟ عاوز افهم يعني، عاوز افهم. نو ايه، حد يرد بقى عليا من الناس اللي ما بعتتش تقول لي ليه هم ما بعتوش الشغل؟ هو شغل خفيف اساسا يعني، احنا قلنا نبدا بحاجات خفيفه كده عشان نشوف الدنيا فيها ايه. عندك عذر. لا الدعم الفني عنده كل العذر. انا بتكلم عن الناس اللي مش دعم فني. انا بحاول ابعت دلوقتي ايميل، معلش انا بحاول اعمل شير، معلش يعني استنوا معايا سنه. picture is offline. بالظبط كده. تمام انا بقيت اونلاين اهو الحمد لله. ما فيش فايدة يعني، اجي الساعة 4 برضو ما فيش نت، اروح الساعة يعني مش عارفة اعمل ايه الصراحة. بالظبط. واضح ان انا اللي فيها المشكلة بقى، انا مش هاجي تاني.
معلش يا جماعة. ماشي، شكرا يا أستاذ محمد إنك بعتلنا. ماشي طيب، معلش، هو الدعم الفني نزلتولنا التاسكات؟ طيب يعني نبص عليهم لحد ما يا ربنا يكرمنا في موضوع ال العفو، لحد ما ربنا يكرمنا في موضوع الشيرنج ده، نبص على التاسكات. طيب انا كنت عاوزه ابص على التاسكات اللي الناس بعتناها وبعدين نبدا شغل، فيعني ربنا ييسر كده قبل ما الدنيا تشتغل. طيب ماشي، فين بقى، فين التاسكات؟ انا مش شايفاها يعني، نحاول اشير تاني يعني. يس، بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي؟ ماشي اوكي، خلاص انا هعرف، ما انا هتقلقش هعرف يعني. طب تمام استاذ محمود، شايف انك هتستفيد؟ لا انا شخصيا ما اعرفش. انت اللي تعرف. ماشي اوفلاين، خلاص انا بقيت اونلاين، بس انا بحاول اعمل شير. معلش احنا مش هنعرف نشتغل من غير الشير يا جماعه، عشان احنا النهارده هنشتغل طول اليوم على نت بينز. بس معلش انا اسفه يعني، مش بمزاجي ان النت كده يعني، فاصبروا ثواني. بس انا كنت قلت للدعم الفني، مش عارفه هما الناس نزلوا التاسكات ولا لا، هي فين التاسكات؟ مش عارفة، أنا كنت متوقعة إن حاجة زي كده هتحصل، فقلت نبص على التاسكات دي حتى عقبال ما ربنا ييسر. أوكي، وكمان الناس بدأت تزيد شوية يعني. طيب أستاذة رضوى أو أستاذة إنجي، معلش كنت بعت لحضرتك تاسكات، ممكن توريها لنا لحد ما نشوف قصة السكرين؟ حاضر اوكي ماشي. لا عاوزة واحد بقى، تاسك واحد. ماشي اوكي ماشي. طيب بصوا يا جماعة معايا كده، لما نشوف قصة السكرين، استاذة نجلاء النهاردة بعتت لنا الشغل ده، وبعتته زي ما انا قلت بالظبط، بعتته على هيئة باوربوينت. تمام، هي عملت لوجن وعملت ابلكيشن وطلعت منه الداتا، واعتبرت ان انا شفت النتيجه، فكده ان شاء الله رن باذن الله. بعتلنا كمان الكود اللي هي عاملاه، السورس كود، وبعتلنا السيرفلت. ماشي، دي اول حاجه هي عملتها. تاني تاسك هي عملتها، تاني تاسك هي عملته، عملت لنا هنبص برضو ايرور السيرفلت. هي عندها ايرور في السيرفلت. ليه بقى حضرتك شفته على طول كده؟ فين الايرور؟ قول لنا فين يا استاذ محمد. الحمد لله خلاص بقى عندنا شير. يس طيب، انا معلش الشير شغال. بقى عندنا شير، انا مركزة في الشير الحقيقة. طب هنبص من عندي، انا بقى نبص من عندي عشان نشتغل من الشير على طول. انا مبسوطة ان في شير اصلا. معلش لو في مشكلة وهيقولوا لي على الايميل، انا فاتحه الايميل. اوكي، لو في مشكله في الصوت او في الشير معلش يقولوا لي على الفيسبوك. ماشي طيب، نبص على استاذ محمد، انت قلت في ايرور في السيرفلت، فين الايرور؟ عشان كنت مشغوله بالشير.
فين استاذ محمد انت فين؟ هي عندها عندها ايرور فعلا، انا شفته من الناحية التانية صح. تمام. نيو باكج. شفناها كده، وضع ملخص بسيط. تمام، اوكي. هي عندها مشكلة وبعتت لي بتقول لي انا عندي مشكلة في مشكلة في ال، بس لسه ما حليناهاش الحقيقة، لسه يعني ما عرفتش ايه التفاصيل. اوكي، شكرا يا استاذ محمد. شكرا على حسن الملاحظة. يعني استاذ عبد الله تقريبا بيقول انا جديد في الكورسات، معلش انا هرد عليه وعاوز ملخص سريع. احنا بنعمل ويب ابلكيشن من خلال لغة الجافا، بنشتغل جي اس بي وسيرفلت. اوكي، ده كل اللي اقدر اقوله لك، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده عشان الناس التانية ما تتعطلش. اوكي، ممكن تدخل على الجروب وهتشوف انت الدنيا ماشية ازاي، او تتابع الحلقات اللي بتتعمل يعني. طيب، عملت لنا حاجة تانية، عملت لنا حاجة تانية وبعتتها، بتدخل داتا لليوزر برضو، وبعتت لنا برضو الايه الجي اس بي والسيرفلت. هي زي ما قلنا بالظبط بتحاول تعمل ايه، تعمل الحاجات اللي احنا عملناها جوه الكورس هنا، ماشي؟ بس هي عاملاها بالالوان، انا كنت بعملها ابيض واسود، ماشي؟ تالت حاجة، أستاذة نجلاء موجودة معانا؟ موجودة أستاذة نجلاء. تالت حاجة مش مرفوعة تقريبا، نشتغل من هنا. تالت حاجة هي برضو جربت الحاجات اللي احنا عملناها قبل كده وعملت لنا المسجز اللي بنقدر نجيبها من الريكوست. اوكي، وبعتلنا الكود بتاع السيرفلت وعندها ايرور في السيرفلت يا استاذ محمد، وبعتلنا الكود بتاع الجي اس بي وعملنا سند ريدايركت، اهو شايفين السند ريدايركت، هي عامله للصفحتين وعامله الكود هنا تحت اهو، وخلاص كده خلص. اوكي، احنا بنشكر الاستاذه نجلاء على الاقل هي حاولت، مع ان الناس التانيه ما حاولتش. برضو استاذ رامي اكونت وسجلت وان شاء الله عندي بكره كورس، عشان اخد شهادة بالكورس. تاخد شهادة بالكورس؟ لا، يبقى تذاكر عشان الكورس. شهادة فين؟ شهادة تبع مين؟ شهادة من اوراكل يعني، اللي هي من صن اصلا يعني. طيب معلش، هنكمل مع استاذ رامي وبعدين الحاجات المداخلات اللي بعد كده، هنكمل الكود بتاع استاذ رامي نشوف الدنيا ماشية ازاي. استاذ رامي بعت لنا الشغل بتاعه على نيت بينز، فعمل هنرن دلوقتي ونشوفه عمل ايه الاول، وبعدين نعمل ايه. مش موجودين، ماشي. طيب هنشوف الاستاذ رامي عمل لنا ايه دلوقتي، ونبص اللي عنده تعليق يقول لنا. طيب قبل عقبال ما النت بينز يرن او السيرفر، هو الاول عمل ايه بقى؟ عمل بينا، عمل فيها يوزر وباسورد، تمام؟ سمى اليوزر ادمن وسمى الباسورد رامي. اوكي، وعمل السيرفلت، قال ايه بقى؟ السيرفلت كاتب الكود بتاعه في البوست، تمام؟ الكود بتاعه خد من اليوزر اللي هو هنا، خد من اليوزر، ماشي، اليوزر نيم والباسورد، وخدهم هنا فين؟ في السيرفلت، وعمل تشيك عليهم. طبعا بيحفظ الداتا اللي اليوزر دي بياخدها فين؟ في البينا، فعمل اوبجكت من البينا، نيو لوجن داتا، ماشي. وطبعا سواء اليوزر دخلها باي شكل من الاشكال هيقبلها، يعني لو دخلها كابيتال او سمول هيقبلها. اوكي، تمام. بعد كده عمل فورورد، وعمل شايفين عمل فورورد وعمل سند ريدايركت، ماشي، عمل فورورد وسند ريدايركت، وطبعا خزنهم فين؟ في الريكوست. طيب المفروض ان احنا هنكتب ادمن، هنكتب ادمن ورامي. بشوف انتوا معايا ولا مشيتوا؟
مش عشان دي الصفحة اللي هو عاملها. طبعا دخلت عليها الصبح فبيقول لي يو ار لوج ادمن، وهنا رامي. اوكي لو احنا عملنا ارسال المفروض هيقول لنا ويلكم. النهارده كل حاجة بطيئة، النت بطيء والجهاز بطيء، كل حاجة بطيئة، مفيش حاجة. طيب ثواني بس، هو بيدخل كده رايح على تمام. قال لي ويلكم ادمن عشان انا الادمن فعلا، دخلت له الباسورد واليوزر صح. طب انا لو دخلت له الداتا دي غلط هيعمل ايه؟ نتخيل ان انا دخلت له الداتا غلط. معلش الدنيا مهنجة على الآخر. طيب لو دخلت له الداتا غلط هيطلعني على الصفحة اللي هي مش يعني، وبالتالي هيكون كده أنا فشلت في إن أنا أدخل يعني. أوكي بشكر أستاذ رامي لأن أنا بعت الحاجات مظبوطة والحاجات شغالة، وأنا بشكره عشان حاجة تانية، عشان ناحية التنظيم هو مقسم كل حاجة في باكج لوحدها، وكمان يعني عمل أكتر من صفحة، وهنا خد الجيت اتربيوت من البينا سوري من السيرفلت، وظبط كل الامور زي ما احنا كنا تقريبا عملنا المره اللي فاتت. يمكن هو مزود كمان قصه البينا، بنشكره جامد جدا، بتمنى كل الناس التانيه تعمل زيه. ودي عندنا الصفحه هيقول لي يو فيلد لوجن لو انا دخلت الداتا غلط، وهنا الصفحه اللي بياخد فيها اليوزر من الداتا. معلش انا حبيت اعرضها لكم على اساس يبان ان في حد عمل حاجه في حياته يعني في الكورس ده يعني كده، يعني يا دوبك حسيت ان الكورس بقى ليه اهميه في الحياه يعني. يعني عرفت ان الناس كده بتقدر تشتغل، وان في امل، وان الناس مش شايفين الكورس حاجه مش مفيده قوي، على اساس ان هم اهو يو فيلد لوجن، لكن لو انا دخلت البيانات صح ادمن بيوريني ادمن، هنا بيوريني ايه الباسورد رامي، بيدخلني مظبوط على الادمن. اوكي شكرا يا استاذ رامي. تمام. طيب حد يفكرنا بسرعه كده احنا خدنا ايه المره اللي فاتت عشان نرجع لموضوعنا. بشكر الناس اللي عملت مشاريع كلها، مش مشاريع يعني، عملت افكار كده للحاجات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. بتمنى ان الناس الباقيه يعني شويه يغيروا منهم ويعملوا زيهم كده، ويبعتوا لنا باقي الشغل، يبعتوا لنا اي حاجه بيعملوها، اي حاجات بتشتغلها بعتها لنا. اوكي ماشي يا استاذ محمد. لا انا بتكلم على باقي الناس، باقي الناس. حاجه واقفه يا استاذ طارق، يعني ايه حاجه واقفه؟ جي اس بي بنفيتس، ايه اهميه الجي اس بي؟ استاذ محمود عبد ايه ابو ايه. طب اوكي. طيب يا جماعة مين اللي فكرنا المرة اللي فاتت خدنا ايه بسرعة، عشان احنا كده ضيعنا وقت كتير ما بين الشير وبين الحاجات اللي اتفرجنا عليها. الشات عندي بيد اعمل ايه؟ طيب لوجن سكرين، مفيش حاجة ظهر غير صفحة. خلاص احنا خلصنا يعني، عندنا مش بيضة هي صفحة. استاذة نجلاء كانت مشايرها لنا، احنا هنقفل التاسكات. نو ممكن تقفلوا التاسكات خلاص يعني. طيب فكرونا بسرعة كده خدنا ايه المرة اللي فاتت، الناس تفكرنا لو سمحتوا عشان نكمل من المرة اللي فاتت على المرة دي. اوكي فكرونا. دي الصفحات بتاع استاذ رامي، هو مقسمها كنترولر وموديل والويب بيج. ما حدش فكرني ولا انا اللي لسه ما شفتش؟ طيب
جي اس بي اند سيت اتريبيوت، جي اس بي اند سيت اتريبيوت، ميدل فيو كنترولر، ونبعت بيانات سكرين شير مكتوب فوق ازاي نتواصل ما بين، نعمل تواصل ما بين السيرفلت والجي اس بي. تمام. ايه كمان؟ introduction to java beans، ماشي الحال. ايه كمان؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. ده ما خدناهوش المرة اللي فاتت، ده بنقوله كل شوية يعني. طيب بنقول احنا المرة اللي فاتت حد يفكرنا ايه اكتر الحاجات اللي احنا عدينا عليها المرة اللي فاتت؟ خدنا ايه هو الجي اس بي، تعرفنا على ايه هو الجي اس بي، تمام، ايه هي الطريقة اللي بكتب فيها بالجي اس بي اللي هي سكريبتد، تمام، خدنا الدايركتيف، تمام، خدنا الاشكال الكتابة، تمام، اتعرفنا على ازاي نجيب الداتا من اليوزر والديكلاريشن، تمام كده. طب اعملوا لنا الاشكال، تقدروا تعملوا لي الاشكال بقى، اشكال الديكلاريشن والسكريبت والاكسبريشن، حد يقدر يعمل لنا الاشكال بسرعة كده؟ ام في سي، ماشي، اوكي، تمام. ده ايه بقى؟ بقى لا تكتب لي جنبه ده ايه. الاشكال تعمل لي ده ايه، استاذ رامي ده ايه، واستاذ محمد ده ايه، تمام. تمام، اوكي. انا شايفه ان الاستاذ رامي واستاذ محمد واستاذ طارق هما اللي بيكتبوا، باقي 16 حد ما بيكتبوش، ليه؟ مش عارفه. ليه يا جماعه؟ يعني انا عاوزه افهم. استاذ ياسين حضرتك موجود يعني مش سامعين صوتك؟ استاذ مين؟ استاذ ايهاب اعتقد كنت متابع معانا، يعني انا اول مره، ماشي، انا بتكلم عن الناس اللي كانت حاضره معانا قبل كده. اكسبريشن، اوكي، ماشي. يا استاذ محمد زهره عندي، استاذ محمود ما فيش اي حاجه زهره عندك، احنا اصلا مش مشايرين اي حاجه. طب انا بص اشير حاجه دلوقتي واوري لك النيت بينز، شوفوا عندك ظاهر ولا لا. اوكي كده ظاهر عندك النيت بينز استاذ محمود، ممكن ترد علينا؟ لو ظاهر عندك النت بينز يبقى اوكي، نو يبقى المشكله عند حضرتك. لا ما هو كده مش ظاهر، كده ظاهر بقى، كده ظاهر، كده ظاهر. لوجن، ايه كلكم شاشه بيضاء اهو اهو. بص ثواني، طيب ثواني، بصوا اهو كده، ايه يعني كلنا كده، ركزوا كده، الدنيا فيها ايه؟ نت بينز يا جماعه، فيها نت بينز والله، فيها نت بينز، ما فيهاش نت بينز، شير واقف. الشير واقف، شكرا. نو يس، طيب شكرا، خبر مش حلو الصراحه. نو شير، خلاص، ما انا قفلته بقى، انتوا بتقولوا الشير واقف، خلاص قفلته وبداته من اول وجديد. واضح ان احنا هنكمل النهارده كويس يعني. انا ما كنتش متفائله النهارده الصراحه. ربنا. لا خالص، لا مش مالهوش علاقه بيك يعني، ليه علاقه بالاحداث يعني. بيحمل عندنا وانا كمان بيحمل عندي. اوكي ماشي. طيب انطلاقا من المرة اللي فاتت يا جماعة، وانطلاقا من ان احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في قصة ان احنا عاوزين الجي اس بي يكلم السيرفلت وكمان تبقى معانا البينا، يبقى لازم التلاتة يكلموا بعض. فقلنا نعمل ايه بقى؟ قلنا التلاتة لازم يعملوا دور كل واحد مع نفسه، كل واحد يأدي دوره في المنظومة دي. اوكي طيب، لو احنا قلنا المرة اللي فاتت عاوزين نبعت سترنجاية، عادي جدا، بناخد السترنج من اليوزر عن طريق ريكوست جيت بارامتر، وبعدين بنبعتها في الريكوست للجي اس بي، والجي اس بي بتاخدها ريكوست دوت جيت بارامتر، والحال بيمشي. اوكي طيب، عندنا بقى مشكله. طب انا عاوز ابعت داتا كبيره، انا مش هبعت سترنجايه، ولا هبعت سترنجايه واحده، ولا هبعت حاجه واحده بس، انا هبعت ابلكيشن، هبعت حاجه كبيره. طب اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه عشان ابعت حاجه كبيره؟ هو ده موضوعنا النهارده، ده اذا ربنا اراد يعني. لا مش هي القصه في كده، مش القصه في بوست ولا جيت، لا انا بتكلم انا عاوز ابعت داتا كبيره، قلنا عاوزين نبعتها من خلال الموديل، تمام، اللي هي البينا، تمام. طب هنبعت البينا دي الجي اس بي يستقبلها ازاي بالظبط؟ الجافا بينز،
اري كده، ممكن اعمل لها اري، ممكن اعمل لها اري، ممكن كل حاجه في الدنيا. بس احنا هنشوف دلوقتي ازاي هنبعت الداتا دي، وازاي الجي اس بي يستقبلها، ده اذا ربنا اراد وعملنا شير. كل ده باراده ربنا. ممكن كلنا دلوقتي نروح. بعد 5 دقايق بس يعني. اوكي، ويبقى موضوع الساعه 4 ده فاشل. طب انا ممكن اعمل ايه؟ باي بينز ماشي، ممكن اعمل ريفرش للسايت ده يا جماعه، حد يرد عليا من الدعم الفني عشان بخاف اجي عند اي حاجه. انا احسن اعمل ريفرش ولا اعمل اي حاجه عشان الدنيا تمشي شويه، عشان انا اوكي ماشي. الصوت اختفى عشان انا اختفيت اصلا. قولي له ان الشير اشتغل والنبي الله يخليكم قولوا لي. لسه مش اشتغل، ما انا شايفاه عندي. لا ما انا عارفه، للاسف لسه ظهرت الأوركيديا. ماشي اشتغل، لقيت الشير اشتغل. واضح انها لايف فيا بصراحة يعني. الشاشة بيضة ماشي، الشاشة ما زالت بيضة. ايه بقى موضوع الشاشة بيضة كده؟ في نيت بينز، كلكم شايفين النيت بينز اشتغل. اوكي كل الناس شايفة اشتغل الشير يعني، تمام. احنا بصوا هنشتغل لحد ما هو يقف، يعني توقعوا في اي 5 دقايق ان احنا هنقف بإذن الله، يعني محدش يزعل ولا اي حاجة، ولا انا هزعل يعني. الناس معظمها مشوا اساسا يعني. ماشي يا جماعة. طيب هنبص على الحاجات اللي احنا عملناها النهارده. الناس لو الشير وقف او الصوت وقف معلش تبلغوني عن طريق الايميل. ويا دي الشاشه اللي بيضه. لا ممكن يكون عند حضرتك مشكله، طالما في 2 او 3 قالوا تمام يبقى خلاص على كده. طيب تمام، معلش ما تزعلش. طيب نبص بس على النت بينز عشان احنا ضيعنا وقت كتير وفي الاخر ما عملناش اي حاجه في الدنيا يعني. النهارده بقى عاوزين ندخل داتا كتير،
نبعت ابلكيشن كامل مثلا، يعني كذا داتا، يعني اكتر من حاجه من خلال البين جي اس بي السيرفلت. اوكي، طب عاوزين نشوف القصه دي هتتعمل ازاي. عندي انا سميت حاجه اسمها بيرسون، اوكي، عملت لها بينا. البين دي زي ما احنا عارفين عرفت فيها النيم، عرفت فيها الايميل، عرفت فيها الفون، وزي المره اللي فاتت عملت لها ستر وجيتر. الستر والجيتر هي الميسجز اللي من خلالها بقدر اخد من اليوزر الداتا واحتفظ بيها، وبعد كده ارجعها تاني لما اليوزر يطلبها. تمام كده؟ يبقى الستر والجيتر هي وسيط مخزن بحط فيه الداتا بتاعتي، ولما احتاجها ارجعها تاني من خلال ميسج اسمها ستر وميسج اسمها جيتر. في مشكلة في البين؟ كل الناس اعتقد بتعرف تعمل بين، صح ولا غلط؟ واحد على طول، لو لا صح اعمل واحد يعني. واحد، استاذ محمود بس، تمام، ماشي. طيب استاذ رامي، كل الناس تمام كده. جينا بعد كده، بعد ما عملنا البين، الاول عملنا الصفحة اللي فيها ايه؟ الجي اس بي اللي هي هتاخد من اليوزر الداتا. عملت ايه؟ تكست فيلد، ثلاثة تكست فيلد هياخدوا الداتا من اليوزر، وعطيتها الاسامي طبعا دي عملناها قبل كده، وقلنا ان الاكشن بتاعت الفورم دي هتروح على الجيت وهتروح على البير. بير دي اللي هي مين؟ اللي هي السيرفلت. تمام كده، وعملت بطن وسميته سبميت. في مشاكل؟ مفيش مشاكل، طب الحمد لله. جينا بعد كده بقى نبص على البير دي، عملت ايه في البير بقى؟ عملت في البير اول حاجه عملت اوبجكت من البين. اول حاجه عملتها في حياتي عملت اوبجكت من البين. اوكي، البير عندي اسمها، البين عندي اسمها بيرسون، خدت منها اوبجكت وسميته بي وقلت له نيو بيرسون وخلص الحوار كده، عملت اوبجكت. يمكن استاذ رامي كان عامل لي الاوبجكت جوه الميثود، يعني عملها مرتين. كان فيك تعمل بيرسون بي ونيو بيرسون وتاخد البي تشتغل بيها. اوكي، طيب في مشاكل لحد دلوقتي؟ في مشاكل لحد دلوقتي؟ نو استاذ محمد، نو استاذ محمود، نو. باقي الناس، باقي الناس عايزه اتاكد ان انا في كل خطوه، عشان النهارده الموضوع مش سهل يعني، حاسه ان انا. طب اوكي، عشان بس ابقى الدنيا واضحه يعني. خلاص وصلت لحد هنا، انا عملت اوبجكت من البينا، بدات بقى عاوز اخد ايه؟ عاوز اخد الداتا اللي هيدخلها اليوزر واحطها فين؟ في البين. تاني انا عاوز اعمل ايه؟ اليوزر هيكتب اسمه، تمام؟ كنت باخده ازاي ده؟ ريكويست جيت بارامتر، الجمله دي. حلو الكلام. طب انا عاوز ابعت الداتا اللي هيديها اليوزر ده واحطها فين؟ في البين. طب احطها ازاي؟ عندي ميثود اسمها سيت نيم، جايبها منين الميثود؟ من الميثود كانت في البين. حصل ولا ما حصلش؟ حصل اهي، كان في سيت نيم وسيت ايميل وسيت فون، تمام. هي الميثود دي فايدتها ايه؟ هي الميثود دي اللي انا عملتها هنا هي اللي بستخدمها هنا. حلو الكلام. يبقى كده انا عبيت البين، عبيتها منين؟ عبيتها من اليوزر، الداتا اللي بيبعتها اليوزر. اوكي، يبقى بي دي مين؟ اللي هي اوبجكت من البيرسون دوت سيت نيم، هتجيب منين الداتا بتاعتها؟ هتاخد الداتا من اليوزر. طيب عاوزين ناخد الايميل بنفس الطريقه، ما عملتش جديد في الحياه، برضو بي دوت سيت ايميل ريكوست دوت جيت بارامتر. يعني انا كده بالطريقه دي بعبي البين من خلال اليوزر عشان الداتا تبقى دايناميك، لحد ما وصلت لهنا خدت كل التلاتة. طب لو انا عندي 20 حاجه بعملها بنفس الطريقه، ما فيش جديد في الحياه، مش بعمل حاجه مختلفه، وبعدين ريكويست دوت سيت اتريبيوت زي ما عملنا المره اللي فاتت، وبعتنا له مين؟ البين اللي هي البينه، وادينا لها اي اسم اللي هو الاكس، وبعدين عملنا فورورد عادية وديناه للبيرسون دوت جي اس بي اللي هي دي. طيب حتى الآن، حتى الآن في حد عنده مشكلة؟ اللي عنده سؤال يسألني بسرعة عشان اللي جاي بقى هو يعتبر الجديد. يعني أنا النهاردة مفيش جديد غير إن أنا مليت البينة. الحاجة الجديدة اللي أنا عملتها النهاردة إن أنا مليت البين.
الحاجة الوحيدة اللي أنا عملتها النهاردة إن أنا مليت البين. إزاي أملى البين؟ من خلال اليوزر. عاوزة بقى الناس، معلش 5 دقايق كده، كل الناس تقولي إيه. حد مش واصله له الفكرة، حد مش واصله له هي الدنيا ماشية إزاي. مش شايفة حد بيكتب. لا كده تمام. اتريبيوت ده اللي في السكريبت. لا ثواني ثواني، استاذ مين؟ اس سي، مش عارفه مين ده، اسم ايه اصلا؟ يعني قول لنا الاسم بالعربي. معلش معلش بسرعه عشان ما كنتش في حاجه شغاله ريفرش وعملت. معلش بسرعه عشان يعني نقول تاني يا استاذ طارق، يعني نقول تاني اللي احنا قلناه من شويه. طيب في حد اسمه بيبدا بسي باس سي، مش عارفه ايه، مش بعرف اقرا الاسامي، معلش. فممكن تدينا الاسم تاني وتقول لنا انت قصدك ايه. ايوه يعني الاتريبيوت ده اللي في السكريبت. يعني ايه اللي في السكريبت؟ اللي هنستخدمه بعد كده يعني. هو ده اللي هنستخدمه. طيب حد غير استاذ محمد وغير استاذ اخر حاجه من اول ستر وجيتر؟ ماشي ماشي يا استاذ طارق، هقولها تاني. يا خراشي، وده اسم ده ولا فعل ولا ايه؟ الاتريبيوت ماله بقى؟ الاتريبيوت اسمه بالاسم اسم بالعربي. ايوه طيب معلش. الاتريبيوت ماله؟ الاتريبيوت وباقي ال 15 اللي موجودين كل الدنيا تمام عندهم؟ يعني يا استاذ ياسين كل الدنيا تمام؟ يعني يا تقول لي يا تقول لي لا، يا تقول لي في مشكله. تمام، واحد يبقى تمام. ماشي تمام. يعني بنعرفه في لست بن رامي. ماشي اوكي يا استاذ رامي، ماشي كل الناس تمام. طيب انا هقول تاني بسرعه 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 عشان استاذ طارق، وعشان يمكن حد ما ف... يعني ما وصلتلوش الفكره. معلش يا جماعه، لو انتوا لو في حد ما وصلتلوش الفكره او في جزئيه معينه مش واصله له يكتب لي بعد اذنكم يعني. طيب هقول تاني ايه بقى الحوار؟ الحوار ان انا عاوزه ابعت الداتا اللي دخلها اليوزر، ابعتها لمين؟ للجي اس بي. قلنا عشان تبقى داتا كتيرة هنبعتها من خلال بين. البين دي عبارة عن ايه؟ هي جافا كلاس عادية من اللي كلكم عملتوها قبل كده. المفروض الناس اللي درست جافا عارفين كويس جدا يعني ايه جافا، تمام؟ عارفين ازاي يعملوا كلاس جافا. الكلاس دي بقى هنا سميناها ايه؟ جافا بين، فيها ستر وجتر. طب الكلاس دي ممكن نعمل فيها ميثودز تانية؟ ممكن نعمل فيها ميثودز تانية. ممكن نعمل فيها نكونكت على داتا بيز من خلالها؟ ممكن نكونكت عليها على داتا بيز. ماشي ماشي يا استاذ، خلاص احنا فهمت حضرتك. ده مكان ال... صح. طب بص خليك معانا تابع، ولو ما وصلتلكش القصه دي ابقى اقول لي. اوكي يعني سيب الحته دي دلوقتي، ممكن انا مش عارفه انت اسمك الصراحه، فسيب الحته دي لحد ما نوصل للجي اس بي. احنا كله شغلنا دلوقتي في السيرفلت. مش عارفه، لا ما فيش امل يعني. بعمل كلاس واخد منه اوبجكت واعمل ستر وجيتر. تمام، معلش انا بعيد تاني بسرعه بسرعه عشان في ناس الشير عندها مش واصل او كده. معلش اوكي خلاص. وانس ان انا عملت البين، هاخد من اليوزر فيها. عاوز اعرف هاخد من اليوزر ازاي؟ قلنا ان احنا عندنا الجي اس بي بتاعتي اللي هست فيها. الاول هعمل فورم، الفورم دي بقول الميثود بتاعتها والاكشن بتاعها، وباخد الداتا من اليوزر من خلال التكست فيلد دي، وبسميهم. طبعا اتفقنا الاسامي شيء مصيري، ما ينفعش نتعامل مع بعض اذا ما كناش عارفين اسامي بعض كويس. تمام، خدنا الداتا من اليوزر. هنا الصفحه دي هي اللي هتاخد الداتا من اليوزر اللي هي اسمها insert person. حلو الكلام. تمام، الصفحه اللي اسمها person.java هي البين بتاعتي اللي فيها ستر وجيتر. تمام، طيب احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عاوزين الصفحة دي هتروح على سيرفلت. مين بقى السيرفلت؟ اهو عملنا فيه ايه؟ اول حاجة عملنا فيها خدنا اوبجكت من البينة. ازاي بنعمل؟ ناخد اوبجكت، بناخد اسم ليه كده، وبعدين بنقول له نيو بيرسون. كده عملت اوبجكت. البي بقت عندي هي الاوبجكت اللي انا بشتغل عليها، بمعنى خلاص كل واحد كل حاجة هيكتبها اليوزر هاخدها منه. هاخدها منه ازاي؟ request dot get parameter name واحطها فين؟ في الست name. get parameter email واحطها في الست email.
طب نفترض ان انت جيت وعملت هنا ايه، بدل ما تكتب ايميل وحطيت نيم، هيجيب لك، هيرجع لك ايه بقى؟ هيرجع لك اسم الشخص تاني. هو ملوش دعوة، هو ما بيتعملش غير بايه، بالحاجة اللي انت بتديها له. وهكذا خلصنا، ملينا البينة بتاعتنا ورحنا حطيناها في سيت اتريبيوت اللي كان بيتكلم عليها الاستاذ، اللي اوله حرف اس، ماشي، وقلنا إيه سميناها اكس، وحطينا فيها البينة بتاعتنا، عشان قلنا سيت اتريبيوت بتقبل ايه المرة اللي فاتت، بتقبل يعني، انا بطلع لكم المسج دي بتقبل ايه عشان تشوفوها، بتقبل اوبجكت وسترنج. وعملنا فورورد، لو انا عاوز اتعرف على اي مسج بتعمل ايه، بعمل كنترول ومسطره، هيجيب لي المسج وايه بتاخد ايه وبترجع ايه والدنيا ماشيه ازاي. اوكي، بس وانس ان انا بعتها للريكوست، بعتها فورورد لمين؟ للبيرسون دي جي اس بي. اقرب بالعربي، خلاص اقرب بالعربي، وهعمل الميثود اللي انا عايزها. طبعا انتوا عمالين تحكوا، واعرف ستر واعرف ستر وجيتر، تمام. طيب حد حتى الان مش واصل له الفكره، حتى الان لحد اللحظه دي، عشان الجزئيه دي لو احنا ما وصلناش كويس مش هنعرف نشتغل الباقي كويس. في حد مش واصله له كده؟ معناه عندي ان كل الناس واصله لها. اوكي، نرجع بقى للحته، ايوه تمام، نرجع بقى للحته مين اللي هي بتاعت شغل النهارده. كل ده شغل المره اللي فاتت، مفيش حاجه جديده غير قصه الاوبجكت وقصه ان انا بملى البين. انا بعمل ليه اوبجكت؟ زي ما قلنا من قبل كده ان انا مش بشتغل على الكلاس الاساسيه، انا بشتغل على اوبجكت فقط لا غير. يعني المهندس بيعمل تمبلت واحنا ناخد نشتغل على ايه؟ على الاوبجكت بتاعه. طيب خلاص احنا كل شغلنا خلص بقى دلوقتي، مش عاوزه الانسيرت، خلاص مش عايزاها، ومش عاوزه الدوت جافا، لا هعوزها حاجه ثانيه واحده. هعوز الصفحه دي وخلاص. انا مش عايزه مين؟ مش عايزه السيرفلت، عايزه منها حاجه واحده بس. انا هروح على انهي صفحه؟ بيرسون دوت جي اس بي، وعاوزه منها الاكس. هم دول اللي لازم اكون فاكراهم. شايفين الكود اللي في السيرفلت عامل ازاي؟ كود صغير. شايفين انا عامله فين؟ في الدو جيت، تمام. طيب بالراحه بقى نشوف الدنيا هنا عامله ازاي، لان النهارده الصفحه مليانه خالص. عايزين الناس تركز، ماشي. دلوقتي مين اللي شايل الداتا؟ ردوا. ردوا يا جماعه، مين اللي شايل الداتا؟ ريكويست، البينا، البي، الاكس، استاذ محمود الاكس، مظبوط استاذ محمود، شكرا يا استاذ محمود، الاكس صح كده، الوحيد اللي قال صح استاذ محمود. خلاص ريكوست والبينا والبي، كل الناس دي انا ما اعرفهاش، ماشي، انا ما اعرفهمش، انا اعرف حاجه حد واحد بس، الاكس. ازاي بقى الكلام ده؟ هقول لك انا ازاي. فاكرين المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت كان برضو نفس القصه كده، وقلنا مين اللي شايل الاكس، مين اللي شايل الداتا. لحد هنا، لحد هنا بالظبط كده كان مين اللي شايل الداتا؟ البي. لحد هنا كانت البي هي اللي شايله الداتا، حلو الكلام. قبل ما نعمل الخطوه دي كانت النيم هي اللي شايله ايه، كل واحده شايله الداتا بتاعتها. حاليا البي هي اللي شايله الداتا. طيب بعد كده اول ما وصلنا للسطر ده، مين اللي شايل الداتا؟ مين اللي انا هستخدمه؟ الاكس، تمام. حد مش مقتنع ان الاكس هي اللي هتشيل الداتا؟ حد بيقول لا انا البين هي اللي هتشيل الداتا؟ انت ليه؟ ليه يا استاذ رامي؟ اكس لحد ما اروح الصفحة التانية. ماشي ماشي خلاص اوكي، بس انا بقول كده ليه؟ بقول ان الاكس هي اللي انا هعرفها، ايوة انا اللي اعرفها، يعني انا لحد النقطة دي خلاص بقى انا هودع كل الناس اللي اعرفهم وما بعرفهمش دلوقتي، انا خلاص مش هعرف حد تاني.
انا مش هعرف حد تاني، مش هتعامل مع حد تاني، بس هتعامل برضو مع مين؟ مع البينا، كتر خيرها برضو شايلة لنا حاجات. ماشي، طيب نروح بقى نشوف الجي اس بي. الجي اس بي عندنا فيها شغل جامد، لان حوارنا النهارده احنا قلنا هنروح لمين، لمين جي اس بي بيرسون. طيب مبدئيا كده انا عامله لكم 5 طرق هنجيب بهم الداتا من الاكس. تمام، معرفش جه على بالي كده اعمل الخمسه مع بعض. تمام، الخمسه دول بقى مكتوبين في يعني 4 منهم في صفحه وواحده بره. اوكي، فمعلش بعد اذن حضراتكم هتركزوا معايا عشان الخمسه مع بعض. اوكي، فواحده واحده هنمشي سطر سطر لحد ما نوصل لنهايه الخمسه ان شاء الله. اولا دي صفحه جي اس بي عاديه، تمام، ده الكومنت قفلنا عليه، ودي باقي الصفحه، كل ده لحد الباقي ما يهمناش. اول طريقه بقى، اول طريقه بتقول ايه؟ اللي هو السطر ده. فاكرين الطريقه دي؟ فاكرين الاشكال دي اسمها ايه بقى؟ الاشكال دي حد يفكرني كده، حد يفكرني الاسماء، الاشكال دي اسمها ايه؟ سكريبت. سكريبتات، تمام ولا مو تمام؟ سكريبتات، تمام. طيب هي الطريقه دي هنكتب فيها نعرف، والطريقه دي هنطبع. الطريقه دي هنعرف اللي فوق، والطريقه دي هنطبع. فاكرين لما حد بيقول لي طب وانا هكتب ليه كود جافا جوه الجي اس بي؟ قد تضطر ان انت تكتب كود جافا. طيب برضو قبل ما نبدا وندخل في الشرح وننسى، الجي اس بي دي، صفحه الجي اس بي دي مهمتها تعمل ايه؟ حد يقول لي مهمتها هتعمل ايه؟ حد كده يفكرني مهمه الجي اس بي اللي احنا شغالين فيها دي هتعمل ايه؟ هتعمل فيو ديسبلاي، تمام، ديسبلاي الايه او فيو الايه او عرض الايه؟ عرض الايه في البارامتر، في البارامتر هتعرض البارامتر، هتعرض الاكس، هتعرض الايميل والنيم والفون. ايه كمان؟ تمام. طيب مهمة الجي اس بي دي يا جماعة ان هي تعرض لي الداتا اللي دخلها اليوزر. ايوه بالظبط كده، هتعرض، مش هتعرض بارامتر، مالناش دعوة بالبارامتر، هتعرض الداتا اللي دخلها اليوزر اللي هي بقت شايلها مين؟ الاكس دلوقتي. اوكي بالظبط كده، يبقى خليكوا، خلي قصة ان هي بتعمل ايه في دماغنا، يعني احنا قبل ما نروح نكتب كود نعرف هو هيعمل ايه. حلو الكلام. طيب اول طريقة اللي هي قدامنا دي، فاكرين ان الجملة دي قلنا بتعمل ايه؟ بتطبع. طيب اول سطر عملنا، السطر ده عملناه ازاي؟ اي ام، مين اي ام دي؟ اسم الباكج، الباكج اسمها اي ام، تمام. طيب جينا بعد كده قلنا له دوت بيرسون، مين دوت بيرسون دي؟ هي اسم، اسم مين؟ دوت بيرسون دي اسم مين؟ البينز، السيرفلت، مظبوط يا استاذ محمود، السيرفلت، اللي هيقول حاجة غير السيرفلت يبقى مش مظبوط. السيرفلت؟ البينز، البينز، صح كده، صح، انت اللي صح، انت اللي صح، مظبوط كده. البيرسون دي هي اللي هجيب منها الداتا يا جماعه، البيرسون هي اللي هجيب منها الداتا، فعشان كده هي اللي بعمل منها اوبجكت. انا عملت منها هنا اوبجكت اللي هو الار، فبقول له ام دوت بيرسون وعملت منها ايه؟ الار، تمام. انا في الطريقه العاديه، في الطريقه العاديه لو شلنا كده بقول له ريكويست ديت اتريبيوت والاكس، في الطريقه العاديه صح، في الطريقه العاديه بجيبه كده، بجيب ريكويست دوت جيت اتريبيوت اكس. حلو الكلام. طيب
عشان انا بشتغل على بينا عملت كاست، عملت اوبجكت وعملت كاست. الاوبجكت ده وظيفته ايه؟ هو اللي هجيب بيه جيت نيم، جيت ايميل، جيت فون. بس من الاخر كده. تاني هقول السطر ده تاني، معلش يمكن انا عندي احساس انهم خمسه فقلقانه، هو ده اللي موترني الصراحه. تاني هقول القصه دي تاني. انا الغرض الاساسي من الجي اس بي انها تعرض لي الداتا، هتعرض لي ايه؟ النيم والايميل والفون. الحاجات دي متخزنه فين؟ متخزنه في البينه اللي اسمها بيرسون. طيب قلنا من شويه ان مش البينه هي اللي شايله الداتا دلوقتي، ده الاكس. طب انا عاوزه افك الاكس، عاوزه افك الاكس، بفكها ازاي او اجيبها عندي الصفحه ازاي؟ بقول له ريكويست دوت جيت بارامتر، تمام؟ عاوزه ارجعها لاصلها اللي هي مين؟ عاوزه ارجعها للبينه، فعملت منها اوبجكت، خدت الاوبجكت ده وطبعت بيه النيم والايميل والفون. وصلت كاست؟ وصلت؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ يس وصلت يا استاذ محمد. باقي الناس تمام الحمد لله، وصلت حقيقي. طب كويس والله. طيب عاوز اقول حاجه، طيب عاوز اقول حاجه، هو فاكرين المره اللي فاتت يو كان يوز بيرسون وزاوت اكس؟ جرب لو عملنا كده، لو حضرتك عملتها وتقول لنا النتيجه ماشي. كنا عملناها، عارفه هتعمل ايه؟ هتجربها وتضرب معاك، هتطلع ايرور. لا لا هتطلع ايرور. امشور. طب خلاص حضرتك اعملها وابعتها لي ماشي. طب خلاص اوكي ماشي يا جماعه. طيب لحد الان احنا في اول طريقه. اول طريقه بتقول ايه؟ بتقول ان احنا هنجيب الداتا من الاكس ونحطها في الار، نفك يعني هنفك الاكس دي ونحطها في الار، وبعدين نجيب الداتا. هنجيب الداتا لمين؟ الداتا اللي احنا خزناها جيت نيم وجيت ايميل وجيت فون. بالطريقه دي الثلاثه دول هيطبعوا لي الداتا، يعني اليوزر هيدخل الداتا ويشوفها هنا ويشوف النتيجه في الصفحه دي اللي هي person.jsp. دي اول طريقه. طيب تاني طريقه، تاني طريقه عمل ايه؟ ما عملش اوبجكت خالص، وقال ايه؟ imp.person على طول، وقال له request.getAttribute، وقال له جيت نيم ماشي. نفس يعني نفس القصه، ما جابش جديد غير ان هو ما عملش اوبجكت، هو دخل على طول imp.person request.getAttribute.getName getEmail getPhone. في مشكله في الطريقه دي؟ نو طيب ماشي 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 يا استاذ محمد. في مشكله في الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه، الطريقة التانية عمل ايه؟ طبع على طول، ما اضطرش ان هو يعمل السطر اللي فوق ده، طبع على طول، طبع بالطريقة دي. قال عمل دخل باسم البينة وقال له request.getAttribute.getName. ماشي الحال؟ ما عملتش object، مفيش. طيب نبص على الطريقة التالتة. الطريقة التالتة بقى اسمها standard action. الطريقه اللي فوق دي يا جماعه هي عن طريق السكريبتات، ودي المره اللي فاتت اللي خدناها، خدناها ازاي بنفك البي سوري خدنا ازاي بنكتب ديكلاريشن، ازاي نكتب اكسبريشن، ازاي نكتب دايركتيف، وهي دي الطريقه اللي خدناها المره اللي فاتت. النهارده بقى بنعرض طريقه مختلفه، بس حبيت اوريكم ازاي هنطبع من البينا. والمره دي بقى هناخد حاجه اسمها ستاندر اكشن. شايفين الكود كبير ازاي؟ بس هو مش كل ده الكود، انا بس مهيشه بعض الحاجات عشان بجيب لك الطريقه وشكلها وعكسها، يعني طريقتين ثلاثه كده يعني. ربنا يستر، ربنا يستر وتقدر توصل لكم يعني. طيب ايه الستاندر اكشن دي معتمد على ايه؟ كانسل. معتمده على حاجه اسمها جي اس بي يوز بين. يوز بين دي يعني هستخدم البين بتاعتي تمام. والاي دي ده الحاجات اللي هي بالاخضر دي ثابته، الحاجات اللي بالاخضر ثابته، الحاجات اللي في سترنجات دي متغيره. حلو الكلام. يوز بين دي ثابته، وقفله القفله والفتحه بتاع اي تاج معروفه، ان احنا انتوا اللي دارس اتش تي ام ال او الاكس ام ال معروف ان التاجات عندنا
شيء اساسي، مش بيتغير. الستاندر اكشن بتقول ايه؟ بتقول اهو جي اس بي وعملنا كده يوز بين. طيب خدت منها اوبجكت، الاي دي دي معناها اوبجكت، انا سميته بي، ماشي. طب والكلاس هي ايه؟ هي البينه بتاعتي ام اي ام دوت بيرسون. حلو الكلام. والسكوب انت حطيتها في انهي سكوب؟ ريكويست. يعني في سكوب سكوبز تانيه، اه في حاجات تانيه. هو السطر ده بيساوي السطر ده اللي فوق ده، تمام؟ هو بيساوي السطر اللي فوق ده بس عن طريق الستاندر، اوكي؟ طيب حد عنده مشكلة في السطر ده؟ تاني نقوله تاني، حد مش واصله له الفكرة؟ حد مش واصله له الفكرة يا جماعة؟ كل الناس وصلت لها الفكرة؟ هو انتوا دارسين ويب ابلكيشن قبل كده؟ بجد مش بهزر، حاسه ان ما عندكوش مشاكل يعني. ان بي اتش بي؟ لا مش دارسين ويب ابلكيشن، يبقى انا اللي عندي مشكله بقى. اي اس بي دوت نت، تمام ماشي، بس اعتقد مش ما فيهاش الاكواد بتاعت الجافا، يعني الحاجات دي ما لهاش دعوه باكواد الجافا برضه، بس الافكار يمكن، الافكار انتوا فاهمين الافكار يمكن. طيب اوكي خلاص، اوكي ماشي، مفيش مشاكل. انا عاوزاكم تبقوا فاهمين، يعني انا مش عاوزاكم مش فاهمين. خلاص انا بقى عاوزه اعمل ايه دلوقتي؟ عايزه اعمل ايه؟ طيب انا ممكن استاذنكم في حاجه، انا هاجل الصفحه دي وهطلعكم على صفحه تانية. ممكن نطلع على صفحه تانية؟ عندكم مشكله في كده؟ هتقولي الفكره دي بس عشان اسهل يعني، ماشي. طيب انا عملت ستودنت، عملت ستودنت دوت جافا، وعملت انسرت ستودنت، عملت بينا اسمها ستودنت وسميته الاول والثاني والثالث على اعتقاد ان انا بدخل طلبه، يعني اسماء طلبه عندي، ماشي. وقلت في الانسرت ستودنت عملت فورم، الفورم دي هاخد فيها الداتا بتاعت الناس اللي هتدخل الطلبه، وقلت ان هتطلع على يعني الجي اس بي دي هترجع على نفسها، يعني هترجع النتيجه على نفسها، يعني مش هشتغل بسيرفلت، ماشي يا جماعه. انا مش هشتغل بسيرفلت، انا مش هشتغل بسيرفلت. طيب تفتكروا انا هست الداتا فين؟ تاني هقول انا الحته دي تاني، ان بينز فين بقى؟ مش هعملها في سيرفلت، هعملها فين؟ حد يقول لي؟ لا لا في الجي اس بي، ماشي يا استاذ رامي في الجي اس بي. عندي سؤال، مدتها كام؟ اول ما راح احضر مدتها ساعتين. هي الحقيقه المحاضره مدتها ساعتين، ممكن مره تاني، ماشي هقول تاني، هقول تاني، ماشي يا جماعه. بصوا انا عندي، انا عاوز ادخل اسامي طلبه، ماشي. الطلبه دول هعمل لهم صفحه تاخد الداتا بتاعتهم، حلو الكلام، وهعمل لهم بين اسمها ستودنت، عملت البين اهي، ماشي، وستر وجيتر، بس ما عملتش اكتر من كده. قلت كمان انا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل صفحه تاخد من الناس من الطلبه الاسامي الصفحه دي، وقلت هترجع في نفس الصفحه النتيجه، مش هعمل اكتر من كده، مش هعمل سيرفلت ومش هعمل اي صفحات تاني جي اس بي، هاخد النتيجه من اليوزر واعرضها له هنا في نفس الصفحه، ماشي. عايزه ادخل البيانات اللي هيديها لليوزر في البينه، ماشي، وادخلها ويطلعها لي واطلعها من البينه برضو واعرضها في الجي اس بي عندي. ايه الطريقه اللي هتخليني اعمل كده؟ هي الطريقه بتاعت اليوز بين، الطريقه بتاعت اليوز بين. ممكن اسيبت وجيت الداتا فيها من غير ما اروح اعمل فين؟ من غير ما اروح اعمل في السيرفلت. حد وصلت له القصة دي؟ حد وصلاله؟ حد وصلاله القصة؟ تمام. تاني معلش انا هقول تاني اخر مرة،
لو انا عايزه طريقه مش عاوزه اعمل بيها سيرفلت ياخد من اليوزر الداتا، وعاوزه اعمل الداتا بتاعتي جوه الجي اس بي، ادخل الداتا لليوزر من خلال الجي اس بي، اسيبتها لليوزر من خلال الجي اس بي واعمل جيت ليها من خلال الجي اس بي، اليو اس بي هي الطريقه دي. وبالتالي انا عملت ايه؟ عملت بينا بره اللي هي دي، وعملت انسيرت ستودنت فوق، عملت فورم وقلت ان الفورم دي بترجع على نفسها، واديتها اسم الانسيرت ستودنت دوت جي اس بي، وفي الفورم دي خدت الفيرست والسكند والثيرد وعملت بطن وخلاص على كده. جيت بقى عاوز اعرض الداتا لليوزر، بقول دي الطريقه الثالثه اللي انا كنت هديها لكم، يعني انا دخلت على الرابعه على طول. الطريقه الثالثه بتقول ايه؟ جي اس بي يوز بين اللي هي قلنا اكشن ستاندر، ستاندر اكشن سوري، وقلنا انا بعمل اي دي اللي هو اوبجكت، وقلنا الكلاس اللي هي اي ام دوت ستودنت دي كلاس انا عاملاها اللي هي البين بتاعتي، ودي الباكج، والسكوب بتاعها بيج. على فكره لو شلت بيج دي هيبقى الديفولت بتاعها بيج، ماشي؟ طيب عندي طريقه بست بيها كل الداتا، شايفين السطر ده؟ شايفين السطر اللي هو ده اللي انا مركزه عليه ده؟ ده جيت، لا انا عاوزه السطر اللي فيه ست اهو، بقول له جي اس بي سود بروبيرتي، ده اسمه كده على بعض عشان اسد، بديله اسم النيم الاوبجكت اللي انا عطيته فوق، وبديله اسم الداتا اللي انا هدخلها اللي هي في مين؟ في سكند. البارامتر، بارامتر يعني ايه؟ بديله الاسم ده، ماشي؟ طب عشان اجيت جي اس بي دوت نقطتين فوق بعض جيت بروبرتي، بديله الاوبجكت وبقول له ايه هو اللي انا هجيت. ماشي. انا بس هقول حاجه للناس اللي بتقول لا اصل دي الطريقه دي مش حلوه، لا اصل الطريقه دي حلوه، صح؟ الطريقه دي حلوه او الطريقه مش حلوه، انا ماليش دعوه بالطريقه حلوه ولا مش حلوه، انا بديك كل الحاجات اللي موجوده في الجي اس بي، انت تستخدم الطريقه اللي تريحك، ماشي؟ معلش. طيب نبص تاني على السيت بين والسيت والجيت. طيب حد وصلت له الجزئيه دي ولا شايف ان هي مش واضحه، مش قادره اوصلها لك بالشكل المظبوط؟ وصلت لكم؟ تاني هقول تاني. طيب لو انا عاوزه ست يا جماعه او اجيت باليوز بين، بعمل الطريقه كده اهي، ست وجيت، او دول سيت وجيت اهم كده، ممكن اكتب كده جيت جيت بروبيرتي، ماشي؟ او سيت بروبيرتي، دول عندي ثابتين حتى هو مزرقهم لانهم خلاص محفوظين يعني. طب النيم ده بديله ايه؟ بديله اسم الاوبجكت اللي انا عطيه فوق، اسم مين الاوبجكت اهو، تمام؟ طب البروبيرتي ده اسم ايه؟ اسم اللي في البينه، اسم اللي في البينه اهو، فيرست او سكند او ثيرد، ماشي الكلام؟ طيب البارامتر ده، البارامتر بحطه في السيت بروبيرتي عشان هو هياخد من اليوزر اهو كده، ماشي؟ يبقى انا هقول تاني السيت بين هنا عملت ايه؟ عملت جي اس بي دوت نقطتين سيت بروبيرتي، النيم لمين؟ هتست لمين؟ للاوبجكت بتاع مين؟ بتاع الكلاس دي اللي هو الستيودنت. طيب العمود او النيم ده اسمه ايه؟ سكند، اللي هو انت هتحط فيه اسمه ايه؟ سكند. طب البارامتر جاي منين؟ هياخد الداتا بتاعته منين؟ من هنا. طب في السيرد نفس القصه، النيم منين؟ اللي هي الاوبجكت. طب البروبيرتي اللي هو السيرد، السيرد ده اللي هو عندي في البينه، في البينه يعني انا لو غيرته دلوقتي هتضرب. طب البارامتر منين؟ اللي هو هنا، دي في الست. في الجيت بقى بقول له جيت بارامتر، بدي له اسم الاوبجكت واسم
ايه الاسم اللي انا حطيته في البينة. طيب في طريقة اعمل بيها اسيت وجيت الداتا، اعمل اهو الطريقة دي خلتني ايه بقى، عملت استريك نجمة هيحط كل الداتا بتاعت اللي هتيجي من اليوزر، ونريح دماغنا بدل كل السطور اللي انا مهيشها فوق دي. يعني انا هيشت السطور دي كلها، بدل كل دول اعمل الجملة دي، دي بس، بدل كل السطور دول انا هعمل الجملة دي. حطيت استريك يعني ست في كل الداتا، ماشي. وهتجيت الجيت عادية بقى، جيت بروبرتي اديتها اسم الاوبجكت، وهيجيب لي ايه الفيرست والثيرد والسكند. لو رنناها دلوقتي، لو رنناها اللي هي insert student، هو انتوا ليه مش شغالين مع بتشيتوا وسايبين القصة؟ فاهمينها يعني ولا مش عايزينها ولا ايه يعني؟ طيب حد عنده مشكلة في القصة دي؟ معرفش، انا حاسة ان انا مش قادرة اوصلها بالشكل الكافي. ليه؟ عندي احساس كده. معناها ايه بقى الجملة دي يعني؟ لا يعني وصلكوا اكيد، وصلكوا يعني. يا سبحان الله، والله انتوا كويسين بأمانة يعني. عندي احساس ان مش هو ده اللي انا عاوزة اديه يعني. طيب بصوا عليها، بصوا على اي داتا فيها كده انتوا مش قادرين تشوفوها، او حاسين انها يعني، هي كل القصة انا بدخل داتا في البينة وبجيبها منها، بجيبها بدخلها ازاي؟ الاول بعمل اوبجكت في السطر اللي فوق، وبعدين بست هنا في السطر ده، او في اي، في السطر ده، في السطر ده، كل ده ست. لو انا عاوزه ست لازم اديله بارامتر، بيجيبها منين البارامتر ده؟ من بيجيبها من هنا، من النيم بتاع التكست فيلد. طيب لو انا عاوزه جيت، مش بديله اي حاجه غير بديله اسم الاوبجكت اللي انت هتجيب منه، انت هتجيب منه ايه، وجيت فيرست ثيرد سكند. طبعا دول فين؟ اللي هما في البينه بس. هي دي كل القصه. بقدر ممكن في حاجه من الحاجات ان انا احط نجمه بدل ما احط كل الجمل بتاع الست دي، وممكن برضو اعمل بالطريقه دي. شايفين؟ ممكن اعمل كده بالطريقه دي، ممكن اكتبها داخل اليوز بين، ممكن اكتبها داخل اليوز بين. دي طريقه ست. كل الطرق متاحه، انا بوريكم كل الطرق بس عشان مش هتشتغل بكل ده، انت مش هتشتغل بكل ده، انت هتاخد طريقه واحده وتعتمدها. يعني انا عندي الصفحه ظهرت، وطبعا جايبه نل عشان انا مرجعاها في نفس الصفحه. مثلا لو كتبت اي اسم، وهنا علي، علي كله علي، والمفروض ان هو هيرجع لي الداتا اللي انا دخلتها. يبقى كده هو خدها من خلال سيت بروبرتي، ورجعها من خلال جيت بروبرتي، والوسيط بينهم الاوبجكت طبعا اللي احنا عملناه من دلوقتي، اللي هو الاوبجكت اللي اسمه ايه، ام. يا جماعه لو انا غيرت اي حاجه في النيمز، لو انا غيرت النيمز دي، عملت حرف بس كابيتال، هنعمل مثلا كلمه فيرست دي حرف كابيتال زي ما هي مكتوبه في البينه، لازم اكتبها. لو عملت اي حرف مش مظبوط وجيت ارن الكلام ده، الدنيا هتبوظ. ايش يا جماعه؟ لو عملنا ريفرش حتى عشان احنا سيبنا، لو عملنا ريفرش وجينا دخلنا اي داتا، الدنيا هتبوظ عشان انا عطياله حاجه هو مش عارفها. والناس اللي جايه جديد، معلش يا جماعه انا مش عارفه منطقي بالظبط كده، الكلام كله ست وجت. طيب ازاي يفرق ما بين اني هدخل بيانات او يعرضها؟ صباح الخير استاذ رامي، شكرا، شكرا على هذا السؤال. وحتى موجوده لما بستخدم اكثر من امبورت بالظبط كده، شكرا. ايوه استاذ رامي، ليه كده وليه قلت كده؟ شايفين لما انا حطيت فيرست بالكابيتال عمل ايه؟ ضرب. ليه ضرب؟ لان هو ما يعرفش الفيرست، هو ما يعرفش كلمه الفيرست دي. فاحنا ناخد بالنا واحنا بنغير نكتب الحاجات. تاني اخر مره هقولها، اي البروبرتي دي المقصود بيها الداتا اللي انا حطاها في البينه،
الحاجات اللي انا حطاها في البينه، تمام؟ البارامتر المقصود بيها الحاجات اللي انا حطاها في الفرن بس. النيم المقصود بيها الاوبجكت اللي انا عملته فوق، وست بروبرتي وجيت بروبرتي حاجات ثابته ما بغيرهاش، يعني دول التاجات ودي الاتريبيوتس بتاعتها. ممكن استخدم استريك زي ما حد قال من شويه، امتى؟ لو زيها زي الامبورت. برافو عليه، يعني هو جاب تشبيه ليها بالظبط كده. استاذ رامي الفكره وصلت ولا لا؟ استاذه جميله بتكتب كويس، في حد جديد بيكتب. مش بي... انا اقصد قبل ما الصفحه تتعد انه مش بي... انه مش يظهر نل. لا بيظهر نل ليه بقى؟ الناس لسه عايشه في الفيديو اترفع ما اترفعش، السلايد اترفعت ما ترفع. ايه ده؟ ايه المود اللي انتوا عايشين فيه ده؟ يعني انا عاوز افهم، يعني عاوز افهم يعني انتوا فارق معاكم يترفع ولا ما اترفعش؟ نشوف طيب النهارده وبعدين نبقى نشوف اترفع ما اترفعش. هو ما ينفعش اعمل الداتا اللي جايه دايناميك اعملها يعني تتغير بدل ما اعمل كل شويه ست وجيت؟ طب صباح الخير، ما انا هعملها دايناميك دلوقتي. هو انا عوانه كده عاملها استاتيك؟ استاذ طارق طيب معلش يا جماعه، طب انا بس هطلب منكم رجاء الاول. اولا كل الناس، كل الناس معلش يا جماعه، كل الناس، كل الناس اللي بتتكلم على المحاضرات اترفعت او ما اترفعتش، او الباوربوينت اترفع او ما اترفعتش، ناجل الكلام ده لو سمحتوا، لو سمحتوا. استاذ طارق بقى ممكن افهم ايه حضرتك او عاوز ايه بالظبط او تقصد ايه؟ عشان الحته دي مهمه بالنسبه لي. بتقول ما اعملها دايناميك، يعني ايه اعملها دايناميك؟ يعني ايه اعملها؟ يا ريت كل الناس تأجل الكلام اللي اترفعت ما اترفعتش، عشان احنا كده الموضوع مش ناقص اصلا. لسه باقي طريقتين تانيين عاوزين نبص لهم بسرعه لو سمحتوا. يلا يا جماعه عاوزين نبص للطريقتين التانيين. استاذ طارق معلش رد عليا بسرعه، قول لي يعني ايه نعملها دايناميك او بدل ما كل شويه نكتب في برنامج سيت وجيت؟ تمام، ايه بقى نعمل ايه؟ يمكن ايوه ماشي، ما احنا هنربطها بقاعده بيانات. ماشي، مره واحده تتغير فيها القيم وتبقى مره واحده تتغير فيها القيم. يعني قصدك ما نكتبهاش يعني ولا قصدك ايه؟ مش فاهمه قصدك بالظبط. ايوه ما احنا اكيد هنربطها بقاعده بيانات، ده طبيعي يعني. بس قبل ما نربطها بقاعده البيانات لازم كل الاجراءات اللي احنا بنعملها دي تتعمل، يعني كل مهما اهي يعني هنا هي الداتا هتتغير. لو كتبت اي داتا هتتغير لانها الستر والجيتر شغاله مع التغيير، انت بتشتغل على اوبجكت، تمام؟ هتتغير الداتا هنا لو دخلت بدل البيانات اللي فاتت هتتغير معاك. ماشي، يعني وي ورك ده نوت ستاتيك، ويقصد قيم افتراضيه تقريبا، قيم افتراضيه. ما انت لو هتحط قيم افتراضيه، انا مش عاوز اشتغل على قيم افتراضيه يا جماعه. اهي هنا اهي اتغيرت الاسامي تاني. طالما يبقى دايناميك. لا امال ايه يا استاذ طارق؟ طب قول لنا قصدك كده معلش بسرعه. يعني قصدك ان احنا مش عايزين ستر وجيتر يعني، ونخلص من الموضوع ده بدل وجع القلب اللي احنا فيه ده يعني؟ اقصد انه يغيرها كل ايه؟ يغيرها كل مره لوحده؟ ما هو بيغيرها لوحده، محدش بيجي عنده هو، بس انت بتكتب له اول مره بس. مين قالك ان احنا بنكتب كل مره؟ احنا بنكتب مره واحده بس، بتكتب مره واحده بس، يا بتكتب الكود ده يا بتكتب الكود ده خلاص. انت وانس انك كتبتها الراجل بيشتغل على الجي اس بي دي، كل واحد يدخل يكتب في الداتا دي ويرسل ويرسل وهكذا. انت بتكتب مره واحده، ما بتكتبش اكتر من مره، بتديله بس العناوين اللي هيجيب منها الداتا وهو بيكتب وهو بياخدها ويحملها. معايا ولا ايه؟ انا مش عارفه اشوف الشات. معايا. واتس بروبلم؟ اوكي استاذ طارق معايا. معايا حضرتك بتكتب الكود مره واحده، حضرتك بتكتب الكود مره واحده
وهو خلاص الجي اس بي بتشتغل مع نفسها. استاذه جميله لا ليه؟ استاذه جميله لا ايه اللي لا اساسا يعني؟ طيب استاذه جميله عبال ما تعرف ايه اللي لا تقول لنا ايه هو، بس بتكتب الكود مره واحده وبيرجع لنا. دي تاني طريقه يعني، احنا اخدنا اول طريقه ازاي نكتبه من خلال السكريبتات، وتاني طريقة خدناها برضو من خلال السكريبتات بس مش هنعمل اوبجكت، تالت طريقة خدناها من خلال الستاندر اكشن. كانت دي اول طريقة ودي تاني طريقة ودي تالت طريقة اللي هي من خلال الستاندر اكشنز. المرة دي بقى هناخد حاجة مختلفة، هناخد طريقة مجمعة الاتنين، هناخد طريقة مجمعة الاتنين. يعني هتشتغل بالستاندر اكشن، عملنا الاوبجكت من البينة وسميناه بي، والكلاس اسمها بيرسون وهي موجوده في الباكج اللي اسمها اي ام، والسكوب بتاعها ريكويست، فاكرينها اللي كان فيها مين؟ الاكس. ماشي، عشان نست الداتا فيها عملنا ست بروبريتي للاوبجكت اللي اسمه بي، والبروبريتي اسم الداتا اللي احنا هندخلها في النيم، والبارامتر جايله من النيم. تمام، وممكن نكتبها بالسطر ده بالشكل ده، ممكن نكتبها نفس القصه، ممكن اكتبها بالمنظر ده من خلال السكريبتات بي دوت سيت نيم ريكوست دوت جيت بارامتر والنيم، كله ممكن اعمله زي كومباوند كده. يعني ممكن اخد الستاندر مع السكريبتات الاثنين مع بعض. جيت هنا بقى بقول له جي اس بي جيت بروبرتي للاوبجكت اللي اسمه بي، البروبرتي اسمه نيم وبس كده. طب انا عاوزه هنا فوق كده يعني عمل لي ايه؟ ستاندر مع مين؟ ستاندر مع سكريبتات. هنا بقى عمل لي ايه؟ اكشن بس، ست عمل جيت من خلال الستاندر، من خلال الستاندر بس. هنا عملها ستاندر بس، سيت بروبرتي نيم اللي هي الاوبجكت اللي اسمها بي، الايميل، وجاب من البارامتر منين؟ من الايميل في الجيت، جاب الايميل بس، وهكذا. جه تحت عمل ست للفون، جابها منين؟ من الفون، من التكست فيلد اللي اسمه فون، وحطها في البين. وبعد كده راح جابها من خلال جيت بارامتر، وهكذا كل القصه. عمل ايه هنا؟ برضو عمل كومباوند. ممكن تستخدم الطريقتين طبعا، انا مهيشه بعض الحاجات، انا بقول لك دي ممكن دي طريقه ودي طريقه، دي طريقه ودي طريقه، ممكن تعملها بي دوت ست فون ريكويست دوت جيت بارامتر وهكذا. الطريقه اللي فوق دي عباره عن الطريقتين مع بعض، عشان كده انا طلعت منها ورحت على الستودنت. ماشي، كنت عاوزه اوريكم ازاي الجي اس بي ترجع على نفسها، وفي نفس الوقت ازاي اسيت وجيت في الجي في اليوز بي من غير الطريقه معاها. ماشي يا جماعه، في مشاكل؟ حد كده يكتب لي جي اس معناها ايه جي اس بي؟ شكرا. جافا سيرفر بيج، جافا سيرفر بيج. كنت فين؟ كنت جايه من السيرفلت، لكن لما كنت في نفس الصفحه عملتها بيج يا استاذ رامي. وممكن يبقى في ابلكيشن، وممكن يبقى في سيشن، لسه الايام جايه كتير. جافا سوبر بروجرامنج. لا والله صح، اول مره اعرف. شكرا يا استاذ عادل. سوبر بروجرامنج اول مره اعرف والله. طيب معلش انا بس هرجع للي احنا كنا بنقوله just for fun. ماشي مقبولة. ماشي، هرجع بقى، هرجع معاكم تاني للحوار اللي احنا كنا فيه وبنقول حد عنده مشاكل في الطرق اللي احنا كتبناها ان احنا نجيب الداتا وان احنا نعرضها وان احنا الاول ندخلها؟ بأمانة كده لو حد مش فاهم حاجة يقول لي. أستاذ محمد طبعا بتاع المغرب فاهم كل حاجة، يعني هو جاي معانا بس عشان يقول لنا إن هو فاهم. مش أكتر من كده يعني.
طيب باقي الناس، استاذ رامي اوكي، استاذ طارق تمام. شكرا. دي بالمعنى الكويس ولا المعنى الوحش؟ ايه احسن طريقة؟ ماشي يا استاذ ياسين، الطريقة الجاية دي بقى هي احسن طريقة، ايه رأيك؟ بس ده مش معناه ان انا معرفش الطرق التانية. يعني ايه؟ يعني يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الطرق تؤدي الى روما، واحد بيروح بالقطار، واحد بيروح بالطيارة، واحد بياخد العربية ويروح. تقدر تقول لي مين الانسب يا استاذ ياسين؟ اعتقد استاذ ياسين مظبوط. استاذ ياسين او اي حد فيكم يردنا، بالطيارة؟ لا، هي ولا بالطيارة ولا بالعربية ولا بالقطار، لا خالص، على حسب كل واحد عاوز. يعني انا مثلا لو جوه ايطاليا ممكن اروح بالعربية، او ممكن اروح، وعليكم السلام، لو انا جوه ايطاليا ممكن اروح بالعربية او بالقطر، مش شرط اروح بالطيارة، ولا ايه رأيكم؟ يبقى بالتالي مفيش حاجة اسمها مين الأحسن مين الأفضل، كل واحد هنتعلم الخمس طرق. والمرة الجاية التاسك بتاع المرة الجاية عشان الناس اللي ما بتعملش تاسكات، هتعملوا لي ابليكيشن ويعرض الخمس طرق عشان اتأكد ان انتوا بتكتبوهم. وعليكم السلام استاذ محمد من مراكو، انا كل الناس اللي عندي المغرب، بس انا هنقل الإقامة للمغرب يا جماعة. ماشي اوكي يا جماعة. طيب ربنا يخليكم. طيب هنقول تاني، نقول احسن طريقة. ايه احسن طريقة؟ مفيش طريقة معينة هي اللي كويسة، محدش يقول لي مين احسن طريقة، كل الطرق كويسة، في طرق صعبة، في طرق سهلة، في طرق بتحقق لي مزايا افضل. اوكي طب نبص على اخر طريقة معانا عشان نرن الابليكيشن اللي فيه اكواد كتيرة دي. ماشي يا جماعة، اخر طريقة وهي اسمها الاي ال. شفتوا بقى انا اقدر اعرض الداتا ازاي من غير كل وجع القلب ده؟ بالطريقة الخامسة، بعمل علامة الدولار وبعمل كيرلي براكتس، عارفين زي بتاعة الكلاس كده، وبالاكس. فاكرين الاكس؟ حد فاكر الاكس؟ حد فاكر الاكس يا جماعة؟ طبعا نسيتوها في ظل هذه الزحمة، يعني كلكم فاكرين الاكس. تمام اهي، وهات نيم دوت نيم دوت ايميل دوت فون، وخلص الحوار. دي الطريقة الخامسة والأخيرة بالظبط كده. كل الخمس طرق اللي أنا كاتباهم دول بيحققوا نفس القصة. يعني الطريقة دي بتطبع لي، الطريقة دي الكبيرة دي خالص بتطبع لي، الطريقة دي بتطبع لي، الطريقة دي بتطبع لي. ماشي، تو خمس طرق اهم، او اربع طرق عشان الطريقة دي يعني كومباوند، يعني دي شغالة اتنين بعد الظهر. الطريقة الاخيرة ما ظهرتش، هنقولها تاني في الشير عندي، هقولها تاني. الطريقة الاخيرة اهي، شايفين الطريقة دي؟ طبعا سترينج، يعني كلام عادي، كلام اتش تي ام ال، جوه الاتش تي ام ال اهي، هما الكلمتين دول، علامة الدولار، عارف علامة الدولار، والاكس، الاكس بتاعتنا دوت نيم، الاكس دوت ايميل اكس، وعملت ايه بقى؟ العلامتين بتوع مين؟ بتوع الاري، وكتبت فيها الاسم، وخلص الحوار على كده. اطبع لي النيم والايميل والفون اللي هما في الاكس يا عم الحاج، وخلاص. وصلت في بريك للصلاة؟ والصلاة هو المغرب أذن؟ طب خلاص، هو أنا ممكن أقول لكم حاجة، يعني أنا نسيت إن المغرب أساسا، عشان إحنا زمان كنا بنطلع بريك بدري يعني. معلش. طيب خلاص، في بريك للصلاة. طيب في حد قبل البريك حد عنده مشكلة في اللي إحنا قلناه؟ في القاهرة أذن؟ ما أنا عارفة، معلش أنا آسفة يا جماعة، بس أنا يعني خلاص يعني نسيت إن المغرب أذن، او ما سمعتوش، يمكن لسه ما اذنش عندنا. بس طيب، في حد عنده مشكلة؟ حد فاهم الطريقة الخامسة دي؟ حد فاهم الطريقة الخامسة؟ حد فاهم الطريقة الخامسة؟ واحد بس ولا الطريقتين؟ ايوه، شكرا يا استاذ رامي، شكرا.
خمسة ميسد از جود والله. خمسة كويسين يعني. بكرة ان شاء الله بكرة الصبح الاقي على الايميل حاجة معمولة بالخمس طرق يا استاذ محمد. اهو يا دوبك المغرب اذن عندنا، عشان كده انا بقول هو المغرب اذن. قلتوا ايه يا جماعة؟ الخمسة. الخمسة. انا شريرة. الخمسة يعني بس مش بكرة الصبح، مش عاوزة من بكرة الصبح، عاوزاها يوم الخميس يعني، عاوزاها يوم الخميس. ماشي يا جماعة؟ طيب بسرعة قبل ما نروح، حد عنده مشكلة في الخمسة بسرعة؟ رقم خمسة، حد عنده مشكلة في الخمسة؟ حد فاهم الخمسة الأول؟ حد فاهم رقم خمسة؟ اللي فاهم رقم خمسة يعمل واحد؟ إن شاء الله آخر محاضرة في السيرفلت، يعني مش هتحضر تاني ولا إيه؟ آخر محاضرة في السيرفلت يعني ده يعني حاجة زي كده في المشمش يعني ولا إيه؟ مش فاهمة يعني. على الإيميل وعلى المنتدى أي حتة بس ابعتولي. أنا بدخل على الاتنين مفيش مشاكل عندي يعني. طيب سيبكوا دلوقتي، احنا هنعوزها فين بس اهم من هنعوزها فين. ماشي يا استاذ احمد. ماشي مفيش اول محاضرتين ما لهمش علاقه باللي احنا بنقوله على فكره. اللي احنا بنقوله شغال من المحاضره الثانيه او الثالثه بالكثير يعني، يعني من المحاضرتين اللي ورا يعني. مثلا احنا في السته هو كان من الرابعه كده، لو انت حضرت من الرابعه يبقى تمام. طيب نقول تاني، حد عنده مشكله في خمس طريقه عشان قبل الصلاه لو سمحتوا، عشان انتوا بتحبوا تصلوا. مفيش حد عنده مشاكل؟ يا ربي لا، واضح ان انا اللي عندي مشاكل. طيب انا عايزه ارن بسرعه عشان اكد لكم انه بيجيب داتا. يا ريت الحل ينزل على المنتدى. الحل ايه هو الحل بقى؟ ينزل على المنتدى يا ريت. علامه الدولار. اسمها ايه؟ تمام، اي ال اكسبريشن. واستاذ رامي سالت التاسكات. ماشي. طيب معلش ثواني يا جماعة، هقول حاجتين وأستاذ رامي ينبهني ليهم عشان كده. أستاذ رامي قال لنا حاجتين، قال لي اللغة دي اسمها ايه؟ اسمها EL Expression. EL ماشي، هي EL Language، وهي اللغة دي يا جماعة اللي ناوي يكمل في الجافا. لا E بالE يعني E for Egypt. E for Egypt. E. E L. Expression language. ماشي. اللغة دي يا جماعة اللي هيكمل وياخد جافا سيرفر فيسز، هي دي اللغة اللي بيتكتب بيها جافا سيرفر فيسز، هي دي اللغة اللي بتستخدم هناك. ناويين تكملوا إن شاء الله؟ أنا ناوية أكمل معاكم الصراحة، عشان أنتوا يعني بصراحة شاطرين خالص، تفهموا على طول. لغة غير؟ هي لا، هي لغة بتتكتب جوه الجي اس بي، هي لغة جافا سيرفر فيسز. اي ال لا، هو انا بنطقها غلط؟ اي ال واضح ان انا اللي بنطقها. جافا سيرفر فيسز تمام. طب بصوا بسرعة كده عشان قبل الاذان. اي ال اكسبريشن اللي هي اي ال لانجويج، سوري اكسبريشن لانجويج، هي اللغه اللي هتكتب فيها في الجافا سيرفر فيسز. واللغه دي زي ما انتم شفتوا بسيطه وسهله، وهي دي موضوع محاضرتنا المره الجايه ان شاء الله، ازاي نكتب اللغه دي، ايه اهميتها. شايفين الخمس طرق شغالين وبيطبعوا تمام التمام اهو، يعني ما كدبتش عليكم في اي حاجه. تمام. طيب عاوزة اقول بسرعة قبل الاستاذ طارق ما يقول لي انت ما قلتيش، انت مرة استخدمتي الدوت، ومرة استخدمتي ايه؟ سوري احنا فين؟ في البيرسون. مرة استخدمت الدوت ومرة استخدمت العلامتين بتوع الاري. ليه دي بقى؟ عشان هقولها لك المرة الجاية، وايه الفرق بين الاتنين، وانهي الافضل. كل الحاجات دي هنعرفها المرة الجاية ما نتعرف اكتر على لغة الاي ال اكسبريشن. الاي ال او الاكسبريشن لانجويج اللي بنكتب فيها في الجي اس بي، وان شاء الله باذن الله لما تاخدوا الجافا سيرفر فيسز هتكتبوا بيها كل الاكواد هناك باذن الله. يمكن هي دي الاكثر. بالظبط كده، ايوه هي دي يا استاذ محمد.
دي اللغة اللي انتوا هتتعرفوا عليها. شفتوا اللغة قد ايه سهلة وبسيطة وما فيهاش مشاكل وخلاص، ولا سيت اتربيوت ولا جيت اتربيوت ولا الفيلم الهندي ده كله. بس طبعا كنا عملنا سيت وجيت هناك في البين زي ما احنا عارفين في السيرفلت. شفتوها سهلة قد ايه؟ في حد عنده مشاكل معاها؟ طيب انا بكده قلت اللي عندي النهارده، ما عنديش حاجه جديده اقولها لكم. بتمنى ان انتوا تكونوا حقيقي فهمتوا، مش بتقولوا اه فهمنا وخلاص عشان نخلص يعني. بتمنى اشوف الناس تبعت لي تاسكات، عشان كل ما بحد بيبعت لي تاسكات بفهم ان الناس فاهمه والناس عارفه والناس قدرت توصل للي انا عايزه اقوله. لو الصلاه عندكم خلاص ممكن تتفضلوا خلاص. ربنا يكرمك يا رب. طب الحمد لله، مع اني انا يعني طول وانا بشرح حاسه ان انتوا مش فاهمينها ليه، مش عارفه. يعني عندي احساس ان انتوا لا تبعيت تاني، طب اعمل ايه مش عارفه يعني. على المهم لو انتوا فاهمينها هتبعتوها لي على تاسكات، على هيئه تاسكات. عاوز اقول حاجه بالنسبه للتاسكات، الناس ممكن تبعتها باوربوينت وممكن تعمل حاجه. بصوا خليكم معايا على الشير، انتوا معايا على الشير؟ معايا على الشير. هتعملوا بس للبروجكت، البروجكت نفسه تقول له كلين وبيلد، تمام؟ وانس ان انت عملت له كلين وبيلد هيظهر عندك فايل اسمه الديست. اول ما يظهر عندك الفايل ده خد لي الوار. الوار ده هو بيعمل باكج، بيباكج البروجكت عندك كله ويبعته لي. تبعت لي الوار وخلص الحوار لو انتوا مش عاوزين تعملوا باور بوينت، شكلكم مكسلين يعني. ماشي نقول تاني. لا انا واثقه فيكم تماما يعني، انتوا ناس جامده جدا يعني الصراحه، الشغل معاكم سهل. تحس ان انت مش عاوز تتعب يعني. اوكي تاني اخر مره هقول، عشان تبعت لي البروجكت هتعمل لي كلين وبيلد من هنا. وانس ان انت عملت كلين وبيلد، بعد ما يخلص النيت بينز هيظهر عندك في البروجكت بتاعك حاجه اسمها ديست. في الديست في بروجكت في حاجه اسمها وار فايل، هتبعته لي. الوار فايل ده فيه كل الشغل اللي انت اشتغلته، هتبعت لي كوبي منه على الايميل او على المنتدى، عشان الدعم الفني بيزعلوا من الايميل تقريبا. انا بس قلت لكم طيب ممكن نرفع المشروع اللي بنشرح عليه. اه انا بعته النهارده. يعني ايه المشروع اللي بنشرح عليه؟ لا قول تاني كده استاذ رامي، يعني ايه المشروع اللي احنا بنشرح عليه؟ انتوا عاوزين تطلعوا صلاه، معلش انا مش عاوز اعطل الناس على الصلاه، دي اهم حاجه عندي. الناس لو هتطلع صلاه احنا تقريبا خلصنا. الناس اللي قاعده اوكي ما فيش مشاكل، يا ريت تبعتوا لنا الشغل على المنتدى. ويا ريت استاذ ياسين كان قال لي حاجه، لان الفيديوهات بتتاخر. اه الفيديوهات انا مش عارفه قصه الفيديوهات. المشروع على انت عاوز يعني الوار ابعته لك؟ قصدك ابعت لك الوار استاذ رامي؟ ابعت لك الوار يا ريت. لا مش للدرجه دي يعني. لا عاوزاكوا هبعت لك، مش الوار هبعت لك. بص هبعت لك الباوربوينت وانا مصوره، ماشي؟ هبعت لك الباور بوينت. ليه بقى انا مش عاوزاك ابعت لك الور ليه؟ عشان ما تاخدش كوبي بيست. مش قصدي عشان حاجه والله، لا عاوز ابعت لك، هبعت لك الباور بوينت. الباور بوينت هبعته لك، وفي صور يعني في المراحل بتاعته. طب الطريقه دي الطريقه دي الطريقه دي. اوكي ماشي يا جماعه خلاص كده. اتمنى انكم حقيقي ماشي. يا استاذ رامي زعلان مش مشكله يعني، المحاضرات دي بقى مش مشكلتي، دي مشكلتهم هم. انا بشكركم جامد جدا، بتمنى انكم حقيقي تكونوا استفدتوا النهارده. وان شاء الله لو انتوا استفدتوا النهارده صدقوني خلاص احنا كده مشينا المشوار الصعب. مين فور بروجكت بالظبط كده؟ شكرا شكرا يا استاذ اللي انا مش عارفه اقرا اسمه، مش ناويه اقراه يعني. طيب الوار هو خلاص البروجكت بتاعك ده يعني. انت اما خلاص لو انت عملت ويب ابلكيشن كامل بتديهم الوار وهم يرفعوه على الويب، على الويب سيرفر، على السيرفر يعني، وخلاص بتعمل له ديبلوي ويخلص الحوار على كده يعني. طيب بتمنى ان انتوا فعلا حقيقي تكونوا استفدتوا النهارده، عشان اللي هيستفيد النهارده يعتبر ان احنا يعني بمعنى اصح خلصنا تلتين الكورس. يعني انا اعتقد ان احنا بكده خلصنا تلتين الكورس. انا كنت قلت ان الكورس هياخد 40 ساعه، بس عشان انا اعطيته يعني اعطيته لناس على ارض الواقع يعني. فارض الواقع بقى فيها الناس بترن، وفيها الناس يعني الناس بتشتغل وانا ببص على الاكواد وبنشوف الايرورز يعني، فاهم؟
كمان بياخدوا بريك مش عارفه كام، فكنا خدنا احنا خدناه على الواقع 50 ساعه، فانا شلت البريكس قلت 40 ساعه، لقيت ان الموضوع مش واخد كده خالص، يعني لقيت ان انا طول الوقت انا اللي بشرح، مفيش يعني مفيش وقت احنا بنقطعه يعني، فبالتالي مش هياخد عدد الساعات اللي هي ال 40 ولا حاجه، يعني بالكتير قوي ممكن نقعد 6 أو 7 محاضرات تاني. يبقى كده شكرا، بشكركم جزيلا ان انتوا شاركتوا معانا. عاوز اقول حاجه اخيره بالمعنى الصح. يعني ايه بالمعنى الصح؟ يعني ايه يا استاذ ان شاء الله؟ يعني ايه بالمعنى الصح؟ هقول اخر حاجه بس عشان ما انساش، يعني سانكس. بالمعنى الصح سانكس، ماشي. انا اللي وصلت لكم لهذه المرحله طبعا. طب عاوز اقول لكم على حاجه تاني، اخر حاجه، الناس اللي مش هتبعت تاسكات يا جماعه، انا هبعت اسامي الناس اللي مش بتشارك، عشان الناس لو هيديكوا شهادات هتحجب الشهادات. مش عارفه انا هبعت كده يعني، هقول للناس والله الناس دي مش ملتزمه، يعني مش عارفه الدعم الفني انتوا هنا ولا مشيتوا؟ الدعم الفني مش عارفه من حقي اقول كده اصلا ولا لا، بس انا هقول كده يعني عشان الناس تشارك اكتر. لا طب يا استاذه انجي، الناس اللي مش هتبعت تاسكات احنا لازم يبقى في عقاب، يعني استاذه رضوى لازم، رضوى استاذه رضوى من فلسطين، استاذه نجلاء الحمد لله على السلامه. بشكرك على فكره، ماشي اوكي. طيب الناس اللي مش هتبعت تاسكات يا جماعه معلش احنا مش هنديهم، هيبقى ليهم عقاب. رضوى من مصر، والله من بلدي. طب تمام، ولا ايه؟ الناس اللي بعتت خلاص بقى، الناس اللي مش هتبعت هم هتحجبيها عننا. شريره. ماشي يا جماعه، بشكركم جامد جدا، بتمنى فعلا تكونوا استفدتوا. الناس هتاخد الاكواد في الباوربوينت، معلش يا استاذه انجي هترفعي لهم بس المحاضره الثابته دلوقتي يعني، معلش بعد اذنك عشان هينزلوها وهيبداوا يشتغلوا من النهارده، عشان يوم الاربع هيسلموني 5 طرق للجي اس بي، 5 طرق يعرضوا بيها الداتا، هيدخلوا الداتا من خلال بينز سيرفلت، وانا هستلم الشغل ده يا اما على الايميل يا ريت نوحدها، يا اما على المنتدى ارفعها بالليل. ماشي ان شاء الله النهارده باذن الله هتترفع المحاضره الثابته، ويا ريت حضراتكم تنزلوها وتبصوا على الشغل حتى تنزل. ماشي العفو علي، انا اللي بشكركم جامد جدا، واتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا يا جماعه، السلام عليكم.